الدنيا حر والشمس ايه زمهرير وسعد وبشرتنا هتبوظ يا ولاد، بس هي مش هتبوظ، معانا اللي هيقول لنا كل الاسرار عشان ايه نحافظ على بشرتنا كده واحنا في الشمس، ونقدر برضو نقعد ناخد شويه تاني يعني مفيش مشكله برضو كده نتلون كده. خلينا نرحب كده هنقول عليه بقى واحد من سكان الشارع عشان خلاص ولا جه شرف وسكن عندنا في شارعنا، احمد نوبل خبير التجميل. اهلا وسهلا يا نوبل. اهلا بحضرتك. حضرتي امال ايه؟ طبعا مصر يقول لي استاذ وحضرتك وحاجه يا صعبه. فندم امل كبير يا فندم. يا لهوي عامل في ايه ده؟ ازيك؟ الحمد لله كله تمام. امال اسكندريه ايه؟ جميله. العصفوره قالت لي انت رحت المعموره. ده حضرتك متابع. اخبارك واخبار فيديوهاتك الحلوه ايه؟ يا فندم يعني بتزداد حلاوه لما حضرتك تشوفها. يا رب يخليك. تسلم لي. ده انت مولع الانستجرام. تسلم لي يا رب دكتور. طيب واقي الشمس. حلو ايه بقى ده؟ في الاول في سؤال دايما البنات بيسالوه لي، هو ليه احنا الجيل اللي بنحط واقي شمس؟ طب ما قالينا كده كويسين، هو الكلام ده بيضحك على الدقون ولا هو ده فعلا ليه لازمه ولا؟ فاحنا اهم حاجه عايزين ناكد هو ليه واقي الشمس مهم؟ ونسبة لأهلنا عشان الولاد والبنات لما بييجوا يطلبوا يجيبوا الحاجات ديت الأهل بيحسوا ان هو شوية اللي هو بطل دلع. لا احنا عايزين نثبت للأهل ان الكلام ده مهم جدا، فهنتكلمهم بكل سهولة. أنا عايز أقول لك إن في الجيل بتاعي ما كانش في حاجة اسمها كده. أه شفت بقى؟ كان أقنعك. في أقصى حاجة كان بيبقى سان أويل زيت. ده بتاع التان. أه. لا دي حاجة تانية. وكنا بنحط عليه إيه بقى؟ أنا عارف. وكروكروم. طب ليه ده؟ عشان نبقى حمر. لا ده احمر مش تان. انا بره كان في ايه بقى؟ سان اويل زمان كنا نجيبه من بره. اوكي. بريحه الجوز الهند. جميل. ونروح منقطين عليه ميكروكروم يبقى احمر. وندهن بقى يا الله. ده انا عندي حصبه كده. وتلاقينا قاعدين كلنا طلع موضه سنتين كده ورا بعض. كنت انت اتولدت اصلا. كويس ان هي وقفت الموضه دي. وعندكم تلاقينا كلنا قاعدين حمر. حمر. تعمل حاجه بس كلنا. شكلنا كده غريب جدا. جميل جدا استاذ. فهو انا عارف ان انت هتقول الكلام اللي هتقوله ده مهم جدا، بس احنا زمان عمرنا ما كنا بنستخدم الحاجات. انا هثبت لحضرتك هو ليه مهم. اتفضل. اشعه الشمس بتبعت نوعين من انواع الاشعه فوق البنفسجيه، نوع اسمه يو في اي او الاشعه البنفسجيه من نوع اي، والاشعه البنفسجيه من نوع بي. تمام. النوعين بيعملوا سرطان في الجلد. اول نقطه سرطانات في الجلد. طب مش دايما بنحسها. طب ممكن حد يقول لي طب معلش، طب ما الاجيال القديمه ليه ما حصلهاش كده؟ مش كل سرطان الجلد بيحصل له ديتكشن، مش كله الطب بيقول لك تروح انت عندك، في ناس بتعيش وبتموت بيه من غير ما تاخد بالها. دي نقطه. طب اديكوا حاجه ثانيه ملموسه. اهلنا في الصعيد عندهم تقريبا كلهم تجاعيد في بشرتهم. التجاعيد دي سبب رئيسي بسبب التعرض الزايد للشمس بدون استخدام سان بلوك او واقي الشمس. ليه؟ ربنا خلق لنا في جسمنا في بشرتنا كولاجين. اشعه الشمس فوق البنفسجيه ديت لما بتخترق الجلد بتكسر الكولاجين ديت، فتلاقي بقى ايه تجاعيد حوالين العين، حوالين الشفايف، في الخدود، هنا في القوره. فكل الكلام ده بسبب التعرض الزايد للشمس. في حاجه تانية اتفضل. كان زودها خرم الاوزون. والله هقول لحضرتك حاجه، واحنا صغيرين ما كانش اتخرم لسه. لا برضو ما هو خرم ده في منطقه معينه في العالم مش عندنا. يعني. بس هي برضو الانبعاثات الحراريه الزايده ديت فعلا خلت درجه الحراره عاليه، درجه الحراره عاليه بتزود دهون مع حاجات مع الشمس وكل الكلام ده، ده فعلا بيبهدل البشره. صح. فاللي يتكلم ويقول لك طب زمان ما كانوش بيتعرضوا كده، لا ما انت بص لبشره اهالينا زمان، لا البشره كلها تجاعيد. ده بسبب ايه؟ بسبب عدم استخدام سان بلوك. صح. اوكي؟ فكده اول حاجه السان بلوك مهم. ليه؟ حاجه ملموسه عشان ما يحصلكيش تجاعيد وانت في سن ال 25 وال 30 في بشرتك. انت اغلبيه زباينك بنات وستات؟ جدا، عشان كده دايما بتكلم بصفه البنات. طب يعني انت ما بتخش عندك في الانستجرام كام في الميه ولاد وكام في الميه بنات؟ 90% بنات. ياه. يب. بتتكلم بجد؟ والله بجد. بس انا بشوف دلوقتي الولاد بيهتموا جدا بالحاجات دي. جدا، ما في 10% 10% من اولموست مليون بنتكلم على 100,000. ده رقم برضه. ففكرة العناية مش بس للبنات، بس هي لازمة عندي. انا بتكلم بنات لان عندي تقريبا 900,000 بنت، فال 100,000 يعني حقهم عليا. انا زبايني برضه زيك كده نفس الكلام. بس انا لا، انت يعني انت البنات اكتر عندك بكتير. بكتير عشان عامة السوشيال ميديا بيهتم بيها البنات اكتر. مش عارف. بس ففكرة السان بلوك مهمة جدا عشان بشرتك ما يحصلش فيها تجاعيد من وانت عندك سن 25. وعلى فكرة في بنات كتير جدا وشباب برضه سن 25 سنة وبتلاقي عندها تجاعيد في بشرتها. تيجي تقول لك تحت عيني في تجاعيد،
حوالين الشفايف في تجاعيد، في اسمرار حوالين الشفايف. ففي كذا مشكله بسبب التعرض للشمس. طب الحل ايه؟ الحل طبعا استخدام واقي الشمس. انا عايز اقول لحضرتك كمان نقطه، انت عارف ان انت ممكن تستخدم واقي من الشمس وانت قاعد في البيت؟ ليه؟ طبعا لو واقف قدام بوتاجاز المفروض تحط واقي للشمس. بس ده مش شمس. ما الفكره مش شمس، الفكره تعرض لدرجه حراره. طب عايز اسالك حاجه، انا مثلا بشرتي دهنيه، جميل، احط واقي الشمس ليه؟ الله، سؤالك عظيم. ما اساسا سؤالك حلو قوي، مدهننا بجد، سؤالك حلو قوي. اول حاجه، الدهون اللي في بشرتنا ربنا خلقها لنا فعليا طبقه حمايه من الشمس بمعنى الكلمه. بس هنا بقى في حاجه اسمها معامل الحمايه من الشمس. بمعنى تيجي تجيب اي سان سكرين او سان بلوك او واقي من الشمس زي اللي انا معايا دلوقتي، ممكن اشرح عليه، ممكن امسكه اشرح عليه دلوقتي، يعني هو ظاهر دلوقتي، هيظهر على الكاميرا. دلوقتي مثلا السان بلوك اللي قدامي ده او السان سكرين اللي انا ماسكه ده مكتوب عليه كام؟ اس بي اف، يمكن الكاميرا دلوقتي هتجيبه اهو، اس بي اف، اس بي اف 50. بمعنى ايه؟ ده بيحمي تقريبا ب 50% من الاشعه. الدهون ربنا خلقها لنا مش بتوصل للرقم ده، تبقى 10 12 5، فهي مش هتوصل للرقم ده خالص. فاول حاجه احنا بندور عليها في اي واقي شمس، انا جايب ده ديمو عشان اقول لكم ازاي تشتروا واقي الشمس بتاعكم. اول حاجه بندور عليها ان معامل الحمايه من الشمس يكون 50. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان السان سكرين او السان بلوك بتاعك يكون بيحمي من نوعين الاشعه فوق البنفسجيه. يعني برضو معلش همسك برضو تاني، هتلاقيه مكتوب عليه تحت خالص ان هو بيحمي من يو في اي، اهي بص تحت خالص اهي، من يو في اي ويو في بي، بيحمي من النوعين اللي بيجوا من الشمس. لان معظم، يعني خلينا نقول 40% من المنتجات اللي موجوده في الماركت بتحمي من يو في بي بس. المنتجات اللي هي كويسه ومستورده، وبرده في منتجات مصر، على فكره المنتج اللي انا ماسكه ده مصري مش مستورد. انا دايما برشح المنتجات المصري، افكتيف جدا ومحترمه جدا جدا جدا، ما بحبش فكره عقده الخواجه دي. المهم ده منتج مصري اهو قدامي بيحمي من يو في اي ومن يو في بي. ففكره الاس بي اف او معامل الحمايه من الشمس لازم لما تيجي تشوفيها لازم تكون 50. تمام، تاني حاجه تبص عليها تكون بيحمي من اليو في اي ومن اليو في بي. فحضرتك كده على طول عرفت الاثنين دولت، لما تشوفيهم على طول تشتري. اوكي جميل، ماشي. اهم سؤال إيه؟ وده اللي ممكن نختم بيه، نستخدم، لا لسه هنقعد شويه، لسه شويه. طب اوكي، نستخدم منه قد ايه؟ ده بقى جاوبنا بقى ايه بعد ما نسمعك اغنيه. يلا بينا، وبعديها فاصل. يلا بينا، بما احنا بنتكلم عن الشمس فهنقول ايه؟ الشمس الجريئه. الله، صح كده؟ نسمع دلوقتي بصوت مؤمن خليل اغنيه انا بحبها قوي بصراحه جدا، يعني الشمس الجريئه للاستاذه حنان، بنبعت لها الف سلام وتحيه طبعا. وبما ان هو كمان جاي اسكندريه، بالظبط اسكندريه والشمس الجريئه، بنتكلم عن الشمس واليو في مش عارف ايه، فلاقه مع الاجواء. يلا مزيكا. بحر وننزل يحضننا الموج بمودة، ونحب الشط ونعمل من الرملة الناعمة مخدة. بنحب البحر وننزل يحضننا الموج بمودة، ونحب الشط ونعمل من الرملة الناعمة مخدة. وبسرعة الوقت بيجري نتقابل بكرة بدري، وبسرعة الوقت بيجري بيجري نتقابل بكرة بدري. نفتح بالشوق شمسية شمسية يا حبيبي، الشمس الجريئة والنسمة الرقيقة
والضحكة البريئة للموجة الشقية في بحور اسكندرية للموجة الشقية في بحور اسكندرية وحشانا يا حبيبي. أيوة بقى أربعة رجعنا لكم مرة تانية ونبل النهاردة منورنا وجايلنا مخصوص من اسكندرية وبنتكلم عن السان سكرين أو سم. إيه الفرق بين السان سكرين والسان بلوك؟ سؤال امتياز. مش معقول بلا بكلمة جد. أرجوك سؤال امتياز. أرجوك بص يا فندم، في نوعين من السان سكرين أو السان بلوك أو واقي الشمس. في نوعين من واقي الشمس، واقي الشمس الكيميائي وواقي الشمس الفيزيائي. إيه واقي الشمس الفيزيائي؟ اللي هو السان بلوك. ايه واقي الشمس الكيميائي؟ اللي هو السان سكرين. ايه الفرق ما بينهم عشان ما نتكهربش؟ في نوعين من المواد الفعاله. مواد بتتحط على الجلد، الجلد مش بيمتصها، مجرد الشمس تسقط عليها فتديها شبه البينج بونج كده على طول، تك تك على طول. تمام. ده سان بلوك، تك تك. السان سكرين الجلد بيمتصها، تنزل الشمس عليها تمتصها جوه الجلد وتحولها لدرجه حراره بس. طب بنشتري مين؟ كل المنتجات دلوقتي بتجمع بين الاثنين. اخد ميزه دي وميزه دي. اوكي طيب. اوكي دلوقتي نستخدمه كل دلوقتي هو غالي حضرتك حلو. مش رخيص. فاحنا هنستخدمه ازاي وكل قد ايه والاطفال والعيال بتنزل الميه يعني في قصه. اول حاجه حرفيا المنتجات، في منتجات دلوقتي باسعار كتير فمش كلها غاليه. انا ما بحبش اقول كلمه غالي عشان دي ده صنف مهم جدا ما ينفعش ما يبقاش موجود عند كل واحد. الاهم نستخدمه ازاي. انا جايبها معايا عشان اوريكم تجربه عملي، لان احنا بنستخدم منها كميه كبيره. فمعلش كده الكاميرا هتجيب. هتحط نفسك؟ لا مش هحط نفسي. الكاميرا بس تجيب كده اتنين صوابع كده. احنا بنعمل اتنين صوابعنا كده وبنحط كميه كده بالظبط. دي كميه كبيره. بصوا. ايه ده؟ دي لازم تتوزع على البشره. اوكي اجيب لك ورق؟ لا خلاص بقى هفضل ماسكها كده. ديت لازم تتوزع على البشره. مش بس كده، حضرتك تخيل لازم تتجدد كل ساعتين. اعملها بايدك كده وخلاص. لا دي كميه كبيره. بايدي. لا حرام. كلمهم واجيب لك حاجه تمسحها. كلمهم. بس. فهنا الكميه ديت كده كلها هنبدا نوزعها على بشرتنا، نبدا نفردها كويس جدا جدا، واهم حاجه يتجدد كل ساعتين. طب انا في الشارع والموضوع صعب معايا او الكلام ده، ستي جدديه مره على الاقل في الشارع. بس حضرتك نزلتي من البيت يبقى تجدديه مره يعني بالميت في الشارع بس كده. تسلم ايدك، تسلم ايدك. خسارتهم دول بالشوي الفلاني الحبه دول. بس هو يتحط ويتجدد مره على الاقل وانت في الشارع بس. طب وعلى البحر؟ بص يا فندم، على البحر ممكن تحط الورق هنا يعني. اوكي على البحر. أوكي. على البحر نفس الكلام، احنا بنحطه في نقطة، في أنواع من السان بلوك ديت برضو أنت وأنت بتشتري العلبة اقري عليها ووتر ريزيستنس، يعني بتقاوم المية وبتقاوم العرق. فديت لو جبتيها سواء نزلتي بيها البحر برضو جدديها كل ساعتين. طيب هندهنه على الوش بس؟ لو في على البحر طبعا هندهنه على الجسم كله. كل الجسم؟ طبعا 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 طبعا. أي حاجة بص البشرة زي الجسم. احنا خايف، احنا أصلا ليه بنستخدمه؟ لأن احنا خايفين من موضوع سرطانات الجلد ومن المشاكل والحروق الشمسية. يعني فكرة اللي هي التقشير والكلام ده بتبقى مؤلمة جدا جدا. طب نوبل لو هنقعد على البحر كويس بعد الساعة 5 جميل خلاص نحط صن بلوك؟ بلاش. لا خلاص. يعني أكتر وقت من إمتى لإمتى؟ عز الشمس اللي هي من الساعة 12 ل 3 ل 4 دي الفترة اللي ما نحطش فيها. بعد كده بعد الساعة 5 مش الشمس مش خلاص اتكسرت. فانا لو من نوع، لان انا كشريف انا من النوع اللي بيقعد على البحر جميل 4:30 5 حلو قوي خلاص. اوكي فمش هحتاج احط صن بلوك خلاص صح كده. خلاص بس يعني خلينا نقول حاجه يعني عشان نحميك، حط مره واحده من غير ما تجدده مش هتخسر حاجه. ما الشمس بتكون راحت مش هتخسر حاجه. انا بقعد تحت الشمسيه. خلينا نقول برضو نقطه، ما هو الفلسفه من استخدام صن بلوك ايه؟ البروفلاكتيك، الجرعه الوقائيه. فاهم. فاحنا مش هنخسر حاجه لو اخذنا
حاجه بسيطه جدا عشان خاطرك يعني احنا بس كده بنشكرك شرفتنا ونورتنا يا راجل يا محترم. ميرسي جدا لنوبل النهارده اتكلمنا عن واقي الشمس بالتفاصيل وقال لكم كده تعملوا ايه ويتحط ازاي والكلام ده كله. اتمنى تكونوا استفدتوا ودايما يبقى مصيف حلو وتتبسطوا وصحتكم تبقى في احسن حال. واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. بكره الجمعه جلسه البرنامج نكون معاكم في نفس ميعادنا يوم السبت. شكرا لكم، باي باي.